إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء من سوق الجملة للخضار والفواكه. أكيد متابعينا الكرام أننا اليوم كنعيشوا يوم السبت واللي كيكون رواج كبير بسوق الجملة، سواء ديال السمك اللي كنا معاكم فيه قبل ساعة ولا قبل لحظات من الآن، ثم بسوق الخضر والفواكه اللي احنا فيه دابا واللي كيعرف رواج كبير اللي كيكون نهاية الأسبوع. معنا بوب شعيب اليوم كالعادة اللي غادي يوفر عندنا بزاف ديال الحوايج، وغادي يهضر لنا شويه اليوم على الخضره كيفاش دايره اليوم السبت. كذلك بوب شعيب هو واحد من الناس اللي كانوا قدام هنا في المارشي ومعروفين تقريبا 30 سنة 45 سنة. الله يبارك. الحمد لله. اللهم الله. بوب شعيب كيدير بعدا؟ الله يلاه بخير. اللهم لك الحمد. الله يلاه بخير. كيدير المارشي اليوم؟ كيدير السوق؟ كيدير المارشي خويا؟ غنقول داك الشيء اللي شافت عيني وسمعت ودني، هادشي اللي غنشوف. كاين اخويا الفلفله غنبداو من البطاطا ياك، كاين اخويا من 70 ريال رحمك الله زاد، كاين اخويا من 70 ريال حتى ل 120 ريال، كاين اخويا الخيار، كاين اخويا من 60 ريال حتى ل 50 ريال حتى ل 2 دراهم الخيار، كاين اخويا البصله الحمراء، كاين اخويا من 60 ريال حتى 4 دراهم، كاين البصله البيضاء كاين من 36 ريال حتى ل 50 ريال، كل وحده والجوده ديالها. كاين اخويا الفلفله اجاد، كاين عندي اخويا هاد الفلفله دابا كاين اخويا دار 120 ريال الكيلو. تبارك الله. هادي اللي كانت دايره 20 درهم بوب شعيب؟ ها هي ها هي اخويا، كاين الثمن ديال المارشي. ديال المارشي ماشي ديال على حساب الخضار. الخضار تا واحد نطرون سبور، كاين اللي كاري بحال 120000، كاين ما نعاودش لك ترانسبور غالي طالع مع شوات. هادشي اللي كاين هو هذا الخيار، ها هو كاين من 50 ريال، من 50 ريال حتى ل 2 دراهم. تبارك الله. ماذا الخيار بعدا رخيص شويه؟ لا الخيار رخيص. البطاطا اخويا اجي عدل لهنا، اجي عدل لهنا، اجي عدل لهنا. ماطيش اخويا كاين اخويا اليوم 5400 ل 5000 ريال. الصندوق ماطيش غاليه شويه، كاينه من 5000 حتى 5400 ريال، باش كاينه ماطيشه. هادشي اللي شافت عيني ولا سمعت ودني. هاد القريعه اخويا كاين اخويا من 100 ريال الى 60 ريال. من 100 ريال 60 ريال. حتى 60 ريال، كل وحده والجوده ديالها. كل وحده والجوده ديالها، الثمن ديال المارشي كريو هذا. ديال المارشي كيحكم على المراشة كاملين. هذا هو أكبر مارشي. هذا هو أكبر مارشي، ما كاين أكبر مارشي في العالم. أجي عدل. ماشي في العالم، لا هنا، والله ما تلقاه في شي دولة. انا البطاطا ديزيري القليان، هذه القليان وكل شيء. ها هي اخويا كاينه من 90 ريال حتى ل 4 دراهم، وكاينه ديال ولاد زيان كاينه الضرب من 120 حتى ل 130 ديال ولاد زيان بوحده ديال الجديده، ودوك ولا كدير 70 ريال حتى ل 90 ريال. هادشي اللي كاينه. البصله هاد البيضه كاينه اخويا من 30 ريال. هاد البصله البيض دابا هي اللي غادي تبدا تغلى عاوتاني، هي اللي غادي تغلى في العيد الكبير شويه. كاين دابا اللي باغيش يدخلها، باغي يوصل، باغي يخليها حتى تيقربوا العواشر، حتى يقربوا العواشر ديال العيد. دابا هي كان دايره هنا درهم 24 ريال، اليوم هما نقصوا منها، هما داروا ليها كيلا البصله البيضاء من 2 دراهم حتى 30 ريال، والبصله الحمراء كاينه من 4 دراهم حتى 60 ريال 50 ريال. هادشي اللي كاين هو هذا. اجي عدل هنا خيزو، كاين اخويا من ها انت كاين خيزو، كاين اخويا من 70 ريال حتى ل 2 دراهم، كل سلعه والجوده ديالها. من 40 ريال، من 40 ريال حتى ل 70 ريال. كيوصل حتى ل 5 دراهم. الكبال اخويا ها هو، كاين اخويا 2 دراهم في المارشي كريو حتى ل 50 ريال. باش كاين؟ تبارك الله. هادشي اللي كنقول لك، اجي عدل هنا بلاتي حسن، بلاتي حسن خنوريك. اجي عدل هنا. الله يرحم الوالدين بلاتي. خلينا ندوي مع السيد. هاد الفلفله اللي قلت لك هاي دابا كتسمى عيان، هاي هادي ماشي بحال ديال المولات 120، هادي كاينه 3 دراهم 50 ريال. 50 ريال 50 ريال هي هادي اللي كاينه هي. المهم بعدا فاش كتلقى هادو ديال 40 50، حنا المهم دابا كل واحد غيمشي على قد حالك. ولكن هو هذا راه كنا حسبنا هاد المره بوب شعيب بحال هادي باش خدمنا بالطاجين، عقلتي ديال 6000 ريال بلا تيفيه. واش هي تيفيه؟
يا مناد ودي سير السلاوي ها هو اخويا كاين اخويا من 100 ريال حتى من 100 ريال المليح 100 ريال هذا غيكون اسيدي 70 ريال 4 دراهم حد شويه عيان ماشي السلاوي ها مع المهم السلاوي صافي هذا اخويا الفقوس كيدير اخويا من 60 ريال حتى 50 ريال هاو هذا فقوس زوين ما بيه هذا خويا الدنجال ها هو كاين اخويا الدنجال المليح بحال ما هذا كاين اخويا حتى 6 دراهم 100 ريال الثمن ديال المارشي ديال الجمله ماشي ديال السقاد ديال برا باش الناس دابا حنا الناس باش يعرفوا اش كاين هادشي راه ديال الجمله ماشي غندوي على الخضر الخضر راه عنده كلي كاري الحانوت 120000 كي عنده طن صبور عنده طن معاش يحول ليه راه احسن له شحال مصاريف منين يخرج من هنا وين يصرف هو كيصرف المهم ما كيدخل